أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بشمال الوطن عند تشكل بعض السحب الرعدية. فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية ستمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن بالصحراء الوسطى، ستكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباح الغد تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 درجة بشمال الصحراء، 32 بتندوف وحتى بإن صلاح، 33 درجة بأدرار، 30 بإليزي أقصى الجنوب الجزائري، تقارب 24 إلى 25 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيدي. أما ظهيرة الغد بحول لها الحرارة القصوى ستبقى دائما في استقرار، لن تتعدى إذن 31 درجة بعنابة سكيكدا، 33 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بوهران مستغانة، 36 بتيزي وزو، 34 درجة ببتلة، 33 درجة بقسنطينة سطيف والبيض، 38 بغليزان شلف ومعسكر، لن تتعدى 42 بشمال الصحراء، 45 درجة بتندوف، 46 درجة بأدرار، إن صلاح 37 إلى 39 درجة بتنرست واجان التي تقارب 44 درجة، كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر نهار الغد سيبقى هادئ لكن هذا على السواحل الغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، لكن البحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية بالرغم أن سرعة الرياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة.